بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالكم وتقبل الله صيامكم بأحسن قبوله إن شاء الله تعالى واستجاب دعواتكم. يا أهلا وسهلا بحضركم في يوم رمضان مبارك جديد، وإن شاء الله القوة هي هي والعزيمة هي هي والصبر هو هو بل ويزيد، لأن الله أمرنا أن نستعين بالصبر والصلاة، والصوم أحد مظاهر هذا الصبر. فنسأل الله تعالى أن يمدنا بالعون، وبالذات أبنائنا وبناتنا اللي في بداية أو في مقتبل العمر اللي تو دخلوا إلى عالم الصيام الرائع. جميل جدا أن نحبب شهر رمضان إلى قلوبهم، ودائما نذكر شهر رمضان بالخير أمامهم، وما نتذمر ولا نتمرد ولا نعتبر أوف في وقت يخلص شهر رمضان، لأنه هذه الأشياء ممكن تنعكس سلبا على إقبالهم على الصوم في هذا العام وفي الأعوام المقبلة إن شاء الله تعالى. على بركة الله نبدأ معكم حلقة هذا اليوم. معي هنا في الاستوديو ينيرنا ويبارك الاستوديو سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. حياكم الله سيدنا، السلام عليكم وتقبل الله أعمالكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسلمكم الله تعالى وتقبل الله أعمالكم. مشكورين، وفقتم إن شاء الله سيدنا الكريم. إن شاء الله بعد 12 إلى 13 دقيقة من الآن نبدأ باستقبال مشاركاتكم مشاهدنا الكريم. تطرح من خلال اتصالك أو رسالتك الصوتية أي سؤال يواجهك، إن شاء الله سماحة السيد هنا في الاستوديو للإجابة على هذه التساؤلات جميعا. نبدأ كالعادة سماحة السيد لطفا بآية مباركة نتدبر فيها هذه المرة، الآية أو جزء من آية من الآية 60 في سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. تفضلوا سيدنا. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال رب العزة عز وجل يطلب من الناس أن يدعونه وأن يلتمسوه وأن يخضعوا له، حتى أنه ورد في بعض الروايات أنه حتى الأمر الذي أنت قادر عليه وهو أمر متمكن منه، ولكن مع ذلك أدعو الله. نعم. أنا أريد أقوم من مجلسي وأنا قادر أقوم، أقول يا الله، وأريد أرفع الكأس أشرب الماء أقول يا الله. هذا في واقع الحال ضمن الأخلاق السماوية التي في واقع الحال أرادها الله لعباده. نعم. أن يستعينوا به، يستعينوا به ويستقوا به ويطلبوا منه، ودائما يشعر أو يشعر أنفسهم أنهم عاجزون وناقصون وغير قادرين، وهذا رب العزة عز وجل يطلبه يريده. نعم. لئلا ينسى الإنسان أنه هو في الواقع ناقص، أنه هو عاجز، أنه هو فقير، ولا بد أن الفقير يرجع إلى الغني المطلق ويرجع إلى القادر المطلق وهكذا. كأنها تربية نفسية سيدة. بلا أشكال، أنه أنت دائما اشعر أنه أنت محتاج، أنه أنت ليست الأمور بيدك. حتى شوف أريد أقوم بحول الله وقوته، بحول الله وقوتي، مو بحولي وقوتي. نعم. أنا ما عندي لا حول ولا قوة، وهذا في واقع نحو ارتباط بالله سبحانه وتعالى. سواء عندك حاجة ضرورية ما عندك حاجة ضرورية، مو مهم. السؤال والتوجه والحضور، حضور الله في شؤوننا العامة، هذه قضية من تعاليم الدين. نعم. فإذا كانت هناك حاجات وقضايا ومطالب، بلا أشكال الإنسان يدعو الله، وهذا أمر عليه حال، وعدنا الله سبحانه وتعالى بالإجابة. نعم. حيث قال ادعوني أستجب لكم. لكن المشكلة في الناس، الناس يقولوا كيف الله وعدنا بالإجابة ولكن لا نجد هناك إجابة لأدعيتنا الكثيرة. نعم. هذا حسب تعبيرنا ضمن الشبهات التي تطرح والمشاكل التي تطرح، أننا ندعو فلا يستجاب. فلا يستجاب. في واقع الحال هناك مجموعة آيات في القرآن تتكلم على أن بعض الناس دعوا الله، الله ما استجاب لهم. دعوا أقوام، دعوا الله، الله ما استجاب لهم.
صرخوا يا رب اكشف عنا العذاب، ما كشف عنهم العذاب. وهذا يعني أن استجابة الدعاء لها ظروفها، نعم، ولها عليه حال مقوماتها. ليس كل من يدعو رب العالمين يقول لبيك، لا مو هالشكل. أحد الأخوة اتصل قال سيدنا هاي أمي دائما تدعو علي وأنا كل شيء ما بسوي أخدمها تدعو علي. قلت عليه حال رب العالمين حكيم، ليس كل ما تقوله أمك يستجيب لها، إلا أن تكون هي في الواقع مظلومة مستحقة لأمر، وأنت هذا أمر آخر. فعلى حال احذر من دعاء الأم. يقول لا والله سيدنا أنا أقوم بها بكل الخدمات، ولكن عندها هي مشكلة حسب تعبيرنا التقدم في السن الزهايمر وكذا. فقلت لا تخشى، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كل دعاء يستجيب. نعم. اسمحوا لي أن أذكر لكم عدة أمور التي يمكن أنه تمنع من إجابة الدعاء. تفضل سيدنا. لماذا الله لا يستجيب؟ الأمر الأول إخواني أننا لا نعرف المصلحة. واقع الحال لا أعرف مصلحتي فيما أدعوه. أنا نعم أريد الولد يا رب، أريد الولد يا رب، الذرية يا رب يا رب يا رب يا رب، ولكن من قال أنه رزق الذرية بالنسبة لي هو في مصلحتي؟ ما معلوم إنصافا. مثل أمس قلنا ذاك الأخ اللي يريد حاجة وكذا وتبين أنه مو مصلحته، يعني فيه هلاكة، فيه نعم. على حال مرضى، فيه مشكلة. فنحن لا ندري ما هي المصلحة الحقيقية إنصافا. فإلحاح بالدعاء في جانب رب العالمين رأفة بمحبة بي، لا يقول أنت ما تفهم أن هذا مو زين، وأنا ما أدري هاي قصة قايلها أنا، مو قصة يعني قضية مع الطيارة اللي أمس. لا 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 أنا، لا لا أنا كنت في العتبة الحسينية أدعو يعني تحت القبر الشريف، تحت القبة الشريفة. جاءني رجل كبير السن قال سيد أنا سمعتك أنت تكلمت عن الدعاء في محاضرة، وأنا على حال قررت إذا أشوفك أتكلم معك في قضيتي. قلت تفضل حجي. قال أنا ممن الله سبحانه وتعالى لم يرزقني ذرية، ما رزقني ذرية، ولكن أنا ما جعلت طريق وما جعلت وسيلة، ما جعلت دعاء، ما جعلت ختمة، ما جعلت دكتور، ما جعلت كل هالوسائل. رحت إلى الفوالين والش يسمون ذول المشعوذين، ورحت إلى العلماء، رحت إلى الأئمة، سويت ختومات وكذا، ما خليت إلا أن الله رزقني ولد. الله رزقني ولد. نعم. الآن أنا تحت قبة الحسين، هو يقول لي أنا الآن تحت قبة الحسين، دعائي الوحيد أن يا ربي ابني أهلك. لا إله إلا الله. يا ربي فت سيارة تضرب، فت كهرباء صعقة. قلت لحجي. قال سيد قول للناس لا يلحون على قضية ويحرجون الله في قضية وبعدين يتندموا. قلت له شنو صاير؟ أنا حتى أتكلم مع الناس شنو صاير؟ قال سيد ابني شرير جدا جدا جدا، وهذا الولد أصلا صاير مصيبة، الناس يسبونه يشتمونه، يعني مزعج جدا، يعني لأنا كأب أم وأب الجيران الناس الشارع. نعم. فأريد أن الله يخلصني. قلت له سبحان الله. سبحان الله في سورة كهف عندنا، ما تتذكرون سورة الكهف؟ سيدنا لا نعبر القصة، هاي قصة كلش ملهمة. كم سنة كان هو يطلب الطفل؟ سنين، هو عمره 60، فوق 60 جاي يتكلم عن رجال كبيرة، فيطلب الله ترسل سيارة تضرب ابنه. سورة الكهف. سورة الكهف لما الخضر صحبه موسى، الخضر قال له يا ذا أنا إذا تجي وياي، قصة حلوة. نعم. إذا تجوا ياي إذا سويت شيء لا تسألني، شوي أصبر، قاعد خدمتك. منو؟ نبي موسى عليه السلام. راح خرق السفينة وبعدين راح قتل طفل. قال شلون تقتل طفل كذا؟ علي حاله وقال له مو قلت لك أصبر شوي وكذا، هذا فراق بيني وبينك. المهم بعدين قال له وحدة سفينة ليش خرقتها؟ الجدار ليش بنيتها؟ مدري كذا. قال أنا قتلته لأنه هذا الطفل كان يصير شقي،
الله أمرني أن أقتل حتى يستبدل بمن؟ ممن هو خير منه. فحسنت رأفة لوالديه. أقول إحنا من ندري يا أخواني، قد يكون الشيء اللي أريده مو بمصلحتي. الله شاهد إخواني، الله شاهد. أنا رحت إلى أوروبا، بعض العوائل هناك شفتهم، قلت لهم شلون وضعكم؟ بشكل خاص يقولوا لي، ما يقولون لأنه على حسب إدانة. قال سيدنا يا ريت ما كنا نجي أوروبا، يا ريت ما كنا نجي أوروبا، يا ريت الله ما استجاب دعانا، يا ريت ما وفقنا إلى المجيء. سيدنا أولادنا راحوا من إيدنا، بناتنا راحوا من إيدنا، بناتنا عندهم أصحاب وعندهم ولد وكذا، إحنا ما نقدر نحكي. الشرطة تدخل، ها؟ الشرطة تدخل بتربيتهم. يقول يا ريت إحنا ما كنا يا ريت إحنا ما كنت تسهل الأمور، شكيت سوينا ختومات، شكيت كذا ومدري إيش، عبرنا البحار، يا ريت كنا نغرق ولا أجينا. شوفوا يا أخواني أحبائي، ربما يكون استجابة الدعاء مو في مصلحتك. لذلك دعاء الأئمة يعلمونا، اللهم ارزقني شنو؟ ولد في خير وعافية. نعم. فلوس في خير وعافية، لأن الفلوس بعض الأحيان طلعك عن الطريق، والله طلعك عن الطريق. اللهم نجحني، فوزني بالانتخابات في خير وعافية، لأن يمكن أصير أنا مسؤول بعد أنسى الله ورسوله وكذا. شفتوا في خير وعافية. في خير وعافية. سيدنا وارد الكثير من يعني الروايات عن الإلحاح بالدعاء، يعني يحبب أهل البيت عليه السلام قضية الإلحاح بالدعاء عند الناس. أحسنتم. هذا الإلحاح بالدعاء فيما كان فيما يرتبط به، مثلا اللهم ارزقني العافية، اللهم ارزقني العافية، العافية الحال، اللهم اكشف همي، اللهم اكشف غمي، هاي أمور على حال هي بحد ذاتها مصلحة. أما اعطيني فلوس، اعطيني ولد، اعطيني سيارة، ما أدري، وفقني مثلا فلان قضية، هذه القضايا ذات وجهين، يعني ذات أمرين، لأنه ذات أمرين لو حسب تعبير نصيب لو تخيب، لو يصير بالنسبة لك وبال، لو يصير نعمة، لو نقمة لو نعمة. أما تلك الإلحاح بالدعاء، نعم، اللهم مثلا فرج عني، فرج عني، فرج عني، فرج عني، نعم، الفرج، الفرج جيد. الأمر الآخر اللي أنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد لا يستجيب الدعاء، قد يكون التأخير في الإجابة هو مصلحة. نعم. التأخير في الإجابة هو مصلحة، يعني بعض الأحيان أشوف أن الله سبحانه وتعالى لظروف معينة أنت لازم تمر لمرحلة إلى أن ترزق ذلك الأمر. وهذا الذي ورد في دعاء الافتتاح، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. مو شكله لا. نعم. قد هو يعرف الآن مو وقته، خلص خلص الآن مثلا مو مصلحته هو. وهذا التأدب إنصافا في الدعاء يعطينا رؤية صحيحة في الطلب، أن يا رب أنا أطلب منك بهذه الكيفية، أنه أنت قدر الأمور، ما كان مصلحتي، ما كان فيه خير وعافية، ما كان صلاح ديني، وشي صلاح ديني ودنياي، هذا أمر مهم جدا. إن كان فيه خير مثلا، إن كان فيه مصلحة الله مقسمه لي، في خير وعافية، هذا أنا دائما أؤكد عليه. الأمر الثالث والأخير فيما يرتبط بتأخير الإجابة إنصافا هو زيادة أجر. نعم. زيادة أجر. هذا أنا ردت أسأل حضرتك عنه. مرت علي رواية يوما، ما ردت أسألك عن مضمونها، مو عن نص الرواية سيدنا، أنه يوم القيامة الناس اللي استجيبت دعواتهم يتمنون لو ما استجيبت دعواتهم لما يرون من الأجر عندما لم يستجب دعواتهم. لذلك أنه كنت روايات في هذا الباب عجيبة، ويوم القيامة من يشوف أجر من دعوا الله ولم يجب لهم، فعوضهم الله بأضعاف، يقول يا ربي لو ما كنت منطيني، لو ما كنت منطيني. فالدعاء يعني عفوا ثواب الداعي، وإن لم يستجاب له فإن الدعاء بحد ذاته هو شنو؟ زيادة أجر، رفع درجات. طيب سيدنا، ماذا عن الذنوب التي تحبس الدعاء؟ بلا أشكال، هذه أنا أتكلم عن موانع. واحدة من موانع لقمة الحرام، بعض موانع عقوق الوالدين، هذه موانع استجابة الدعاء، اللي هي في الواقع القضايا اللي
حسب تعبير أنا قلت الإخوان، قلت بابا أنت تقول أنا أذب البذر وأنطي الماء للأرض بس ما يطلع نبات، وأنت شوف الأرض هي سبخة صالحة للزراعة، أنت تدعو ولكن بقلب ساهي، شنو الفائدة؟ أنت تدعو وأمك على حال مألومة من عندك، هذا دعائك ما يمشي. أنت تدعو ولكن في بطنك مال اليتيم، مال أختك أنت ما مطيها الإرث، تدرون يمنعون أخواتهم، وهذا كله يمنع التوفيق، يمنع الدعاء، يستجاب الدعاء. فأكو موانع من هالذنوب ومن هالحقوق ومن هالعقوق ومن هلقمة الحرام وما إلى ذلك. أحسنتم سماحة السيد على هذه الإيضاحات وهذا التدبر المبارك في هذه الآية المباركة، شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدنا الكريم، على بركة الله نبدأ بفتح الباب للمشاركة، مشاركة حضرتك وطرح السؤال الذي توطرحه على سماحة السيد هنا للإجابة عليه. بإمكانك الاتصال من خلال الأرقام الظاهرة على الشاشة وطرح السؤال إن شاء الله، ونستمع إلى سؤالك والإجابة عليه. أول المتصلين والمتصلات الأخت الكريمة أم محمد، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العفو، سؤالي للسيد الله يحفظه. تفضلي. إن عدة أسئلة تقريبا ثلاثة، تتقبلوهن؟ تفضلي أكيد، تفضلي أختي. الأول نروح للزيارة بالضريح بالصحن، أشوف نساء تصلي على أكثر من تربة، دائما أقولهن ما يجوز، أنت مو بيتك ويحق لك التربة، هذه التربة وقف، إنك حق وحدة، يحق لي أنهي هذا الشيء لو لا؟ اولا. طيب. ثانيا الختمه، انا مثلا اقرا قران من اروح للزياره، يحق لي اكمل ختمتي بالقران الموجود بالحضره؟ نعم. والسؤال الثالث بخصوص تفسير كلمه القاسطون بالقران، بعده سور اشوف القاسطون هي مكان مدح. نعم. لكن بسوره الجن اشوفها كلمه ذنب، بحيث يقول وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نعم. أي يعني صار أكثر تغيير بالسؤال. ورابعا هذه من أزور الإمام علي دائما الفضل بكلمة أبوي. نعم. من خلال الحديث أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة، فيحق لي هذا لو بيها إشكال. إن شاء الله. أشكركم. شكرا لحضرتك، تحياتنا لحضرتك أختي الكريمة، لا تنسينا بدعائك. شكرا جزيلا لأختي الكريمة أم محمد على أسئلتها الأربعة، وإن شاء الله تسمعين الإجابات عليها جميعا. أحمد تفضل يا أحمد. السلام عليكم أستاذي. عليكم السلام ورحمة الله أخي الكريم. أستاذي ممكن أتكلم يا سيد؟ يسمعك سماحة السيد، تفضل. رحمة الله عليك مولاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم مولانا. فدوى العمرك، أنا من نوع مؤمن بالله والسلام عليكم، هاي السوالف مال العرافه والحلم وكلها ما اقتنع بيها. نعم. مولاي قبل 6 شهور اكثر بالرؤيا شفت تبسم صوره امام علوي، غلام علوي، وورا الغلام العلوي شفت صوره العباس سلام الله عليه، وراها صوره المهدي وعلى وجهها نور. نعم. قلنا صحيح ظهر المهدي، ظهر المهدي عجل الله فرج الشريف. نعم. بهالهيئة هاي الإمام المهدي قام يصيح أنا أمامكم أنا منغتكم. مولاي ما سولفت هاي السالفة أبد، بس قلت للوالد، قلت له شفت رؤية ما أشوفها بس العلماء، أنا شنهم من البيان أشوف هاي الرؤية أنا. نعم. شنهو زين أحمد، تسمح لي بمداخلة صغيرة؟ اي مولاي. وقت الرؤيه هذه شو وقت كانت؟ بالنهار وانت نايم، بالليل، بيا وقت بالضبط؟ لا اثنينهن بالليل. هاي يعني هاي مو رؤيه واحده، رؤيتين؟ اي ورا 6 شهور 8 نفس الرؤيه عادت علي السيد. ورا 6 شهور 8 نفس الرؤيه عادت علي. كان هي صار حديث بيننا وبين العيال.
قلت لهم واحد هذا الحسين، المهم حلف بالحسين مديت ايده حق ياخذ وقتنا الرؤى. الرؤيه ان شاء الله صارت واضحه. عندك سؤال اخر اخي احمد. مولاي نفس الرؤيه هم ظهرت بها صوره الامام الحسين وصوره السيد علي السبتاني. نعم ان شاء الله تسمع الاجابه على هذه التفاصيل. شكرا جزيلا لحضرتك احمد، تحياتي ومع الف سلامه. للتذكير فقط، هذا البرنامج هو للاجابه على تساؤلاتكم مشاهدنا الكريم. هذا البرنامج للاجابه على التساؤلات الفقهيه، الاشياء المرتبطه بشهر رمضان المبارك. الرؤى والاحلام يمكن لها برامجها الخاصه، مواردها الخاصه، بس للتذكير. عندنا اتصال من منو؟ سيد قاسم، تفضل اخي الكريم. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير، رمضان كريم عليكم إن شاء الله، قبل الطاعات على الجميع إن شاء الله، حياكم الله أخي. مولاي يعني موظف بيتنا في كهبلة وأداوم بالسماوة. نعم. ويعني أنزل الأحد أجاء الخميس، بس دائرتي الرئيسية مقرها بغداد، إذا أروح لها يعني كمراجعة بالسنة مرة أو مرتين شنو حكمها؟ زين أنت إيش قد تداوم بالسماوة؟ أنا أداوم الأحد للخميس. يعني بالشهر كم يوم؟ هو هذا الشهر كله الأحد للخميس. نعم. أو الأحد أرجع الخميس. أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس، خمسة في أربعة يعني 20 يوم تقريبا. بدي. نعم. بس المقر الرئيسي ما دائرتنا بغداد. طيب إيش قد صار لك أنت على هذا الوضع يعني 20 يوم بالشهر؟ دائر السنة صار لي. واضح واضح واضح. شكرا لك، تسمع الإجابة إن شاء الله. جزاك الله خير، الله وديك. حياك الله عزيزي، أهلا وسهلا ومرحبا. شكرا للأخ سيد قاسم على الاتصال وطرح السؤال. عندنا اتصال من الأخت الكريمة أم أيمن. أختي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلا زحمة، البارحة خابرتكم على مود الصلاح المقدسة وعلى مود الحمل. نعم. والطفل كان أبوه، وبعدين شو اللي نزلته على اليوتيوب ولا ما فهمت الإجابة شنو؟ تسمعين سيدنا ألخص الإجابة بشكل سريع؟ بالنسبة للصلاة المخدة السيد راح يجاوبكم عليها، بالنسبة للحمل لا، هذا يعني ليس داعي للإفطار عليها أن تصوم الأخت الكريمة. الصلاة والمخدة باختصار شديد سيدنا؟ يعني لا تخلي مخدة عالية حتى لا يصير هناك فرق بين مسجد الركبة ومسجد اليد، يعني مساجد السبعة اللي تخليها على الأرض يكون على مستوى واحد، فلو تسوي بطانية أو دوشك يعني شو احنا نقول المصلاة يكون تصير مستوى واحد. أحسنت. واضح أختي الكريمة أم أيمن؟ أي عافية لك، حياكم الله. شكرا. بس أنا على مود البارحة كنت فاطرة. نعم. قلت لكم يعني أنا فاطرة بس شوي يعني شو احنا نقول تعبت المغربية إلا أخذت مال فقر الدم الأبرة. يلا على أي حال أخذي الأبرة وصومي، ولكن أخذي الأبرة، الأبرة ما تفطر بس ابقي صايمة برضه. لا أبرة شرب. على أي حال الحمل ليس عذر شرعي لترك الصوم. شكرا أختي الكريمة أم أيمن، تحياتنا لحضرتك، شكرا جزيلا. طبعا يوم أمس أجاب السيد على سؤالي الأخت الكريمة أم أيمن بتفصيل، ولكن يمكن كان عندهم سبب ما شافوا إجابات. عندنا اتصال من الأخ أبو حسين، تفضل يا أبو حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله كريم علينا وعليكم. علينا وعليك، حياك الله يا أخي أبو حسين، تفضل. بلا زحمة بس أسأل السيد. تفضل يا عزيزي أنت. سيدنا الله يساعدك، رمضان كريم علينا وعليك. حياكم الله، بارك الله بكم، سلمكم الله. أنا مطلوب، أنا عمري تقريبا 40 سنة. نعم. ومطلوب ما يقارب تقريبا 10 أشهر تقريبا رمضان. نعم. سيدنا بيهن كنت ما اعرف واجب انه هو واجب شرعي وهاي، لا بيهن انا قلت تقريبا انا هوك عسكري سيد طبعا، من ال 14 لحد ال 19 رجعت اصوم هالخمس سنوات البيهن، من ال 14 ل 18 لا كنت عاصي انا بيهن، صحيح انا احكيك كنت عاصي بيهن. نعم. واحد، اثنين انه كان فيني الامر تذكر من السيد الله يحفظه انا طبيها فتوى، لان احنا كنا بيان تقدم بيان مخصد وحاره فما اقدر اصوم، وترى لا اني تعمدت انه افطر بيهن، لا كنت ما اعرف انه هذا الامر انه شلون واجب شرعي صيام علي. وشنو حكم بني مولاي؟ عندك ثلاثه، قسم ما تعرف واجب، قسم عصيان، قسم بسبب القتال، راح تسمع الاجابه على ذني ثلاثه ان شاء الله تعالى. ممنون رحمه الله عليك. تحياتي لك ابو حسين، شكرا جزيلا، ربي يثبتكم ويقويكم ان شاء الله. نكمل وياكم مشاهدنا الكريم، عندنا اتصال من الاخ فلاح، تفضل يا فلاح. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولاي شلون أحسن صحتك؟ حياك الله أخي الكريم، يا أهلا وسهلا. سيدنا أنا أشتغل بشركة عراقية وأستلم 500 ألف.
أهلي يجوز يقدم عن الرعاية الاجتماعية. نعم واضح سؤالك. بعد عندي سؤال آخر أخي فلاح. شكرا لحضرتك، تحياتي لك وشكرا جزيلا وربي يوسع عليك ويرزقك إن شاء الله. عندنا اتصال من الأخ حيدر، تفضل يا حيدر. هل القول عهد مع الله لا أفعل كذا وكذا؟ بس لحظة حيدر، علي لي صوتك، خيصير صوتك واضح. السلام عليكم. عليكم السلام. علي لي صوتك حيدر. سؤال بس على العهد، يعني عهد مع الله، نعم، إذا خالفته شو الكفارة؟ طيب أقدر عمرك حيدر، بس والصيغة مادة إيش قد عمرك؟ عمرك يسأل السيد عن عمرك حيدر. 14 سنة. شنو قلت الكلمة بالعهد؟ شنو قلتها؟ عهد مع الله قلت، بس عهد مع الله سبحان الله. ينطبق العهد يعني لو من صوتك عرفتك أنت 13 14 15. الله يمد بعمر إن شاء الله بالسلامة والعافية. الله يحفظك. فالعهد مع الله إذا خالفته شنو علينا؟ هذا كان سؤال. طبعا هو صايم الآن حيدر. صايم صح؟ نعم. بيت تعبان خد حبيبي حيدر، بس يعني صيغة مالك صحيحة. خلينا بين إن شاء الله حبيبي. تسمع الإجابة إن شاء الله. تسمع هو سيد بس خلي مداخلة. تفضل. أنا بقول شوية، إذا خالفت أصوم شهر. إذا خالفت شنو؟ العهد؟ العهد أصوم شهر وياه. يعني نذرت أنت لو عهدت الله؟ هيك كان تصير عهد مع الله. عهد مع الله يعني ما أفعل هذا الشيء، وإذا فعلته أصوم شهر. واضح حبيبي واضح. شكرا 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 جزيلا أخي الكريم. يسأل يحتاج نسأل شنو العهد عن شنو كان سيدنا؟ لا 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 واضح. هو شاب تدرون وعلى حال ولد يريد يكون مطيع لله، وشيطان ما جاي يخليه، عنده صراع قوي. نعم كلش صراع قوي بينه وبين الشيطان. الله يوفقك حبيبي، الله يقويك. آمين. شكرا جزيلا للأخ الكريم حيدر، بإمكانه أو عفوا ثبتنا السؤال إن شاء الله، ورح يسمع الإجابة، بإمكانه أن يستمع للإجابة من السيد بعد قليل. عندنا اتصال من منو؟ تفضل يا علي. علي وما أحلاه من اسم. تفضل يا علي. علي عموما تحياتنا للأخ علي، ما أدري إذا كان هو المتصل أو لا، بس خلي يكون السؤال أوضح، الصوت أوضح بالاتصال مرة ثانية. تحياتنا إله وللأسرة الكريمة وشكرا جزيلا. عندنا اتصال من منو؟ نأخذ رسالة صوتية نسمعها. السلام عليكم سيدنا، أنا طالب في كلية الهندسة محافظة الديوانية، أسكن في الحمزة الشرقي، بعد الكلية بعد عن بيتنا تقريبا 30 كيلومتر أو أكثر. دوامنا يصير بس إلى أحد واثنين من كل أسبوع، كل أسبوع بس إلى أحد واثنين دوام. ففي هذه الحالة شنو حكم الصلاة والصيام؟ هل هي قصر وأفطار أم لا؟ يعني هذا سؤال. السؤال الثاني، يصير أفطر قبل الأذان أذان الظهر؟ لو شرط إلا بعد أذان الظهر يلا أفطر. وشكرا. أنا ما عرفت كم يوم سيدنا بالرسالة الصوتية؟ يومين بالأسبوع. يومين أسبوعين. وحسب الظاهر سيد يعني هي بنفس، هو بالحمزة والكلية بالديوانية. تقدر تكرر علي البصمة؟ خلي يرسل لنا رسالة. ها نفس الرسالة، نفس البصمة كررها، تنحذفها مع الأسف سيد. تنحذف. نطلب من الأخوة بالكنترول أنه ما تحذف الرسائل الصوتية بعد أن تطلع، حتى إذا احتاجينا نسمعها مرة ثانية. علي تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العفو، أدي ابني عمره 16 سنة. إيش قد عمره؟ 16 سنة. نعم لا 13 إيه بلي. نعم في يعني صام عدة مرات يومين ثلاثة ويفطر بالمدرسة بالطريق، يشرب ماي كذا. نعم اسمعنا. اترك التلفزيون أخي علي، اترك التلفزيون، نصي تماما واسمعني بس من التليفون. طيب ابنك صام وعدة مرات أفطر. بلي. فشنو سؤالك على الإفطار مالته صح؟ على الإفطار إيه. ابنك بالغ؟ بالغ لو لا؟ علامات البلوغ واضحة عليه لو لا؟ هو شلون؟ علامات البلوغ عليه لو لا؟ علامات البلوغ لا لا ما عندي. ما عنده علامات البلوغ. واضح، تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا جزيلا للأخ أبو علي أعتقد، لأنه هو الطفل اسمه علي وهو اللي خابرنا بالبداية. عندنا اتصال هالمرة من منو؟ من علي آخر. تفضل يا علي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلز أحمد. تفضل. يوم الساعة 3:38 نعم. حسب ال صوتي يتقطع علي، غير مكانك بلكي الشبكة تكون أفضل. نعم. لطفا، صوتك مو واضح، صوتك يتقطع. غير مكانك. اسمعني شيخ؟ إيه إن شاء الله، تفضل. يوم أمس فطرت ساعة 6:38 نعم. حسب ساكيت شيء سيستاني ببغداد. نعم. الفاتح الراديو على إذاعة العتبة الكاظمية، كذلك هم الأذن 6:38 نعم. بالستة والأربعين دقيقة وصلت البيت. أذن الحسينية القريبة علينا. نعم. يعني أذن ورا دقيقتين. واضح. فهذا صيام يعني لازم أعيده واضح. إن شاء الله تسمع الإجابة أخي علي، تحياتي لك وشكرا جزيلا لاتصالك. شكرا الأخ علي. الكثير من الأخوة والأخوات يعانون من هذه المشكلة، خاصة إذا ما بالطريق للبيت ويؤذن الأذان فيفطر بشربة ماء مثلا أحيانا. يعني إن شاء الله تسمع الإجابة لحضرتك وللأخوة الكرام اللي يعانون نفس معاناتك في مثل هذه الأسئلة. شكرا الأخ علي. عندنا مشاركة من أبو صادق. حياك الله أخي الكريم أبو صادق، يا أهلا وسهلا. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. أنا شربت ماي وطلعت من البيت، سمعت الأذان يأذن أذان الصبح، هل صيامي بيشتغل؟ يعني صارت وهمة مثل ما تقول. يعني إيش قد فرق بين شربتك للماي وطلعتك وسمع الأذان؟ شربت ماي وطلعت من باب البيت، سمعت الأذان، اسمح الله أكبر. يعني أنت ما شفت الساعة، ما راقبت، ما سألت، ما من كده بعد نسيت هذا وضعيته. تمام، تسمع الإجابة إن شاء الله يا أبو صادق. وهذه مدعاة، يعني شكرا لك أبو صادق، مدعاة للإنسان شوية يكون حذر أكثر بأمور دينه مثل ما يكون حذر بالأمور الأخرى من أمور دنياه. شكرا للأخ الكريم أبو صادق وتحياتنا إلى. ونسمع أيضا سؤال آخر من رسالة صوتية هذه المرة. آخر شيء بعد. ماشي، آخر شيء إن شاء الله. السلام عليكم سيدنا، شلونك؟ شلون صحتك؟ رمضان كريم سيدنا. ما حكم صيام الطالب طالب جامعي إذا اجتاز الحدود الشرعية يوم واحد في الأسبوع؟ وشكرا جزيلا لك. تحياتنا لك. يوم واحد في الأسبوع، إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. السيد يطلب أن نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، لأنه ظاهر سيدنا الأسئلة بها شوية تفاصيل بالإجابات. نعم. شكرا جزيلا. نبدأ من سؤال الأخ الكريم، أو عفوا الأخت الكريمة أم محمد. تقول لما أروح للزيارة، عندها مجموعة أسئلة سيد حسب ظهرها متدقق شوية. تقول لما أروح للزيارة أشوف نسوان تصلي على أكثر من تربة فأمنعهن، أقول المفروض كل واحد إلى تربة واحدة، شنو تعليقكم سيد؟ على أي حال لا إشكال في ذلك، يعني لا اشكال في الصلاه على تربتين لو في ردع. اي ما في مشكله تردع هي او كذا، بس مو واجب عليها الردع. طبيعه الحال اذا كانت التراب قليله، التراب قليله والناس بحاجه الى هذه التراب، وواحد ماخذ اكثر من واحده، قيله مو متاكد، قيل على انه استشكل سماحه السيد على الصلاه على اكثر من تربه لانه تعطيل الوقف، هكذا ذكر، أنا ما عندي اطمئنان أنه هذا تعطيل للوقف، هذه موقوفة حتى واحد يصلي عليه، هذا تحت ما سجدوا عليه، سجدوا على اللي فوقها، أكو هيك كلام. ولكن بحد ذاته الإنسان إذا كانت مبذولة، التراب مبذولة وكثيرة، ما في مشكلة. وإذا كانت على حال قليلة جدا أو معدومة والناس معطلين، هنا أنا من احتياطا إنسان على تربة واحد. أيضا الأخت محمد سألت عن، تقول أقرأ قرآن في بيتي بالمصحف اللي عندي بالبيت، فيصير لما أروح بمكان عام كأن تكون زيارة أحد المراقد أكمل المصحف اللي في شاكو بيها؟ أنا بجيبي هذا أقرأ بي يوم اللي أنا بالسيارة كذا، أروح للعتبة أخذ على حال مصحف آخر، ما إلي خلق أطلع بالموبايل أطلع بالموبايل وأقرأ، يعني لا إشكال في ذلك. المهم ختمة القرآن وليس النسخة. يحتاج الأمر توضيح شوية بشأن التدقيق سيدنا في هذه التفاصيل. يعني هي حسب تعبيرنا يعني نشأوا على هالقضايا، أنا هذا قرآني وأختم هذا القرآن، إذن ختم القرآن هذا يعني،
وهذا القرآن سيشكو الله أنه الناس هجروني فأنا لابد أقرأ. لا، هي قضية أنه ولو شوية تقيم القرآن هذا ليس هجران، وهذا على حال نوع من يعني نوع من الاهتمام بالقرآن. الظاهر الأخت أم محمد الله يحفظها مات من المتدبرين بآيات الله، بحيث هي مو بس تقرأ القرآن، توقفت عند كلمة القاسطون، قالت في أكثر المورد قرأتها موارد مدح القاسطون، تقول ولكن في سورة الجن حسيتها يعني مورد ذم، كانوا لجهنم حطبا. شوفوا يا أختي الكريمة، هي وردت في مكانين بالقرآن، وهي في سورة الجن، يعني نفس الكلمة القاسطون وردت في سورة الجن. نعم. وفي آيتين فقط. تردين أقرأ الآيات؟ هذه أقرأها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو حوار بين الجن أنفسهم، وبعد ما استمعوا إلى القرآن، استمعوا للقرآن مشي. نعم. يعني قعدوا استرقوا، شافوا اسم يعني فد كلام جديد، وعلى حال قد أوحي، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. يعني جماعة من الجن بسرعة آمنوا بالإسلام. نعم. ولن نشرك بربنا أحدا وشكل. نعم. بعدين هم الجن يقولون إحنا من عندنا جماعة مسلمين وجماعة على حال حسب تعبيرنا متعدين أو منحرفين. القاسط بمعنى المنحرف. نعم. قسط يعني انحرف عن الجادة الحق وعن الطريق الصح. هذا في واقع الحال في الآيتين هو مذموم. نفس المعنى. نعم. مذموم. الآيتين مذموم. أحسنتم. يعني نفس الآيتين نفسها مذمومة. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. يعني إحنا منا مؤدبين ومنا غير يعني منحرفين. مثل واحد بعشيرته يقول الله سيدنا عشيرتي بيه خوش أوادم بيه مو خوش أوادم. نعم. الجن جاي يتكلموا عن أنفسهم إنه جماعة مسلمين عندنا جماعة غير مسلمين يعني جائرين وظالمين ومنحرفين. الأخت أم محمد أيضا تقول عند الزيارة أنادي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بكلمة أبي أحيانا، هل في هذا إشكال باعتبار هو أبواه؟ هو لا إشكال في ذلك. لا إشكال في ذلك. وأنا أيضا هكذا أخاطبه أنه على حال الرابطة النسبية سيدنا لا أدخل عليه، لا أدخل عليه. هو علمنا يعني علمنا لا. القرآن أنه لما نذهب إلى كبارنا وإلى كذا أن نتكلم على أنه نحن على حال جئنا إليكم ببضاعة المزجات فأوفي الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، نطلب منه هكذا. أحسنتم سيدنا الكريم، شكرا. الأخ الكريم أحمد يقول سأل عن رؤية. أنا في واقع الحال مع اعتذاري الوافر لجناب الأخ في مسألة الرؤى والأحلام عندي نظرة، يعني ليست نظرتي أنا حتى، نظرة المرجعية الله يحفظها. كنت في مجلس معها ذكرت أنه الناس كثير، قال سيدنا الناس قل لهم أن يكونوا أكثر اهتماما وأكثر التفاتا إلى الأمور التي هم مسؤولون عنها في حالة اليقظة. نحن غير مسؤولين عن منامنا وعن ما نشاهده في عالم المنام، نحن مسؤولون عن عالم اليقظة في عالم الوعي وعالم الشعور. فهذا لابد أن نوجه الناس، سيدنا الناس على حال يهتمون لقضية الأحلام. قال إيه نعم الناس مهتمين لأمرين لا أرى أنه مهمان، قضية الأحلام وقضية الاستخارة الكثيرة. أحسنتم سيدنا. الأخ الكريم سيد قاسم موظف من كربلاء ويداوم بالسماوة بالشهر 20 يوم، وصار له 11 سنة على هذا الحال، يقول لما أروح لبغداد للمركز الرئيسي للدائرة شنو حكمي؟ هو من كربلاء يداوم بالسماوة 20 يوم في الشهر تقريبا، يقول صار لي 11 سنة على هذا الحال، مرات أروح لبغداد اللي هو المقر الرئيسي للشركة، فشنو يعني يومية كربلاء سماوة؟ يعني قال أعتقد من الأحد إلى الخميس. نعم. من أحد الخميس. نعم. وعشرين سنة هكذا صار لي 11 سنة 20 يوم بالشهر أنا في مكان عملي، فالسماوة مقره. نعم. إذا هشكل السماوة مقره فهو ذو وطنين. نعم. هو ذو وطنين لأن يبقى 5 أيام ويرجع، يبقى 5 أيام ويرجع. من جهة هو على حال كثير سفر.
من جهة أيضا كثير سفر، فهو حتى في بغداد أيضا يصلي تمام يصوم لأنه كثير سفر بهذا اللحاظ. أحسنتم، يعني هذا بلحاظ أنه أنا نقلت السؤال بنفس الدقة أخي سيد قاسم، سمعت الإجابة حضرتك. الأخ الكريم أبو حسين عمره 40 سنة، يقول مطلوب 10 أشهر رمضان، يقول قسم من هو 3 أقسام سيد، قسم ما كان يدري هذا واجب، وقسم معصية، وقسم يقول إحنا بحالة قتال مع داعش في أيامها وحر شديد وإلى آخره. الصوم الذي في الواقع فاتك لجهلك بوجوب الصوم أصلا، ما تدري أصلا صوم واجب، هذا يسقط عنك الكفارة ويبقى القضاء عليك واجب، يجب عليك أن تقضي يوم بيوم، الكفارة ما عليك لأنه أنت ما كنت تدري أصلا صوم واجب. هذه مجموعة. مجموعة اللي تدري أن الصوم واجب مع ذلك أنت تعبيرك جميل حلو، أنا عاصي، وهذا الاعتراف هو كما قال الحديث الشريف الاعتراف بالذنب فضيلة، جميل، وأنت على حال لابد أن تتوب إلى الله، يعني تستغفر الله وتقضي تلك الأيام وتعطي كفارة عن كل يوم 60 مسكين، إطعام 60 مسكين، يعني كيس طحين عن كل يوم كيس طحين. أما في حال القتال وحالة الاشتغال بالقتال، ذكرت أنا ذلك أنه الإنسان ينوي الصوم ويبقى صائم إلى أنه يصير عنده حالة يعني جوع وعطش، يقدر يتناول بالمقدار الضرورة ويقضي في يوم آخر. ويقضي في مقدار. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخ فلاح يقول أشتغل بشركة عراقية وراتبها قليل، فيصير أقدم على الرعاية الاجتماعية؟ يعني شوف حبيبي، القوانين، سمحت سيد يقول إن القوانين شو تقول؟ القانون يقول يا باللي عنده شغل واللي عنده راتب ولو 500 على حال مو قليل يعني. نعم. فأنت ما يمكن لك أن تروح تكتب أنه أنا ما عندي شغل، هذا كذب. أنا ما عندي راتب، هذا كذب. أنا عاطل، هذا كذب. فكلمة عاطل، كلمة ما عندي شغل، كلمة ما عندي راتب، هذا كله كذب، وهذا يجعلك تحت طائلة شنو؟ طائلة أخذ المال بدون استحقاق. أحسنتم سيدنا. الأخ حادر اللي عمره 14 سنة سيد، عهد مع الله، صيغته سمعتها حضرتك، عهد مع الله مو عهد مع الله، فيقول شنو علي إذا خالفت العهد؟ شوف حبيبي، العهد صعب. إذا عاهدت الله وخالفت عهدك فكفارته ككفارة ترك الصيام عمدا. نعم. من ترك الصيام عمدا، لو يعتق رقبة اللي ماكو رقاب السا، لو يصوم 2 شهر متتابعين، لو يطعم 60 مسكين، كفارته وخالفة العهد هي كفارة الصوم، ترك الصوم عمدا. أما صيغة العهد، صيغة العهد إما تقول أعاهد الله، وإما تقول عهد لله علي، عهد لله علي، وهذه الصيغة. أما الصيغة الأخرى قد لا تكون هناك على حال، يعني لم ينعقد العهد الشرعي. نعم. هو قال أيضا سيدنا أنا مع العهد، قلت وإذا خالفت العهد أصوم شهر، على حال هذا ليس عهدا، ليس وليس عهد. نذرا. رسالة صوتية سيدنا من طالب في كلية الهندسة، يقول أسكن في الحمزة، الكلية عن بيتي 30 كيلو بالديوانية، يوميا أسبوعيا يروح للجامعة، صحيح. فشنو حكمه بالصيام سيد؟ يعني 8 سفرات مو هالشكل؟ نعم سيد، أسبوعيا 8 بالشهر. نعم. 8 سفرات بالشهر، شهريا عفوا. نعم. إذا 8 سفرات بالشهر بهالطريقة هذه، في واقع الحال هو لازم يحتاط، يعني يصلي قصر ويصلي تمام. نعم. يصلي قصر ويصلي تمام، ويصوم ويقضي، كلاهما فشغلته راح تصير شنو؟ مضاعفة. هو قال سيدنا 30 كيلو متر عن بيتي، ما قال عن المدينة اللي أنا بيها، هذه الملاحظة أنا سمعتها. ما يعني إذا هالشكل فلازم يقول يا من آخر بيت أنت لازم تحسب المسافة. يعني أنا أطلب من الأخ الكريم إذا كان يسمعنا ويشاهدنا الآن أن يتصل يوم غد يوضح لنا التفاصيل، لأنه بصراحة سؤالك يحتاج بعض الإيضاحات. الأخ علي أو أبو علي اتصل لأنه علي 13 سنة يصوم، يقول عدة مرات أفطر، وسألت حضرتك عن علامات البلوغ، قال ما واضحة عند علامات البلوغ.
ما ادري ابو علي يعرف علامات البلوغ ولا لا، ما ادري. خلينا نوضحهم سيدنا بشكل سريع. انا امس كنت في سياره، ابن واحد من اصدقائنا كان ورا، قلت له ابنك بالغ؟ قال لي لا. بس لما قلت له بابا شلونك؟ من يتكلم ويا الولد عرفته انه بالغ. يعني شوفوا خشونه الصوت وملامح الولد، نضوجه الجسدي، هذا يبين اكو بلوغ، وان كان بلوغ مبكر. الان المحفزات والان الاثارات هذه جاي تجعل البلوغ مبكر. يعني عندنا شباب، عندنا اطفال 11 سنه جاي يبلغ، 12 سنه جاي يبلغ. فانت يا اخي الكريم اولا شوف عنده، يعني مو شوف، انه استطلع الامر انه اكو شعر خشن في المناطق الحساسه، او انه مثلا عليه حال، عنده حاله الجنابل المنويه، هذه راقبوها وشوفوها. فإذا ما عنده هذا الشيء، لا سيدنا أبدا لا شعر ولا هم يحزنون. نعم قد تكون خشونة بالصوت، بس هذه قد تكون مثلا حسب تعبيرنا وراثية. فراقب، إذا كان غير بالغ اتركه، بس تقول له بابا حرام كذا، شيء حرام يعني من باب الآداب، آداب رمضان، أنه مرنوه. ولكن ليس عليه كفارة، ولا تؤذونه إذا لم يكن بالغا. أحسنتم سيدنا. الأخ علي يقول أمس افطرت 6:38 دقيقة ببغداد على الإمساكية وفاتح الراديو وسمعت صوت الأذان، ولما وصلت للبيت سمعت صوت الحسينية ورا دقيقتين يلا أذن. أدري هذا أبو الحسينية، لو بعد نص ساعة يأذن عشلون إحنا ما نفطر يعني؟ هذه ليست مقاييس، والله فلان واحد شو وقت أذن. إحنا عندنا مقاييس، إذا كان الإنسان يعرف، يعني لما تطلع تشوف أكو ذهاب الحمرة كافي، ذهاب الحمرة كافي. وإذا تقول أنه الإمساكيات وتطمئن إليها يكفي. أما هذه الحسينية إيش قالت كذا، هذا ليس مقياسا. أحسنتم سيدنا. أبو صادق يقول شربت ماي وطلعت سمعت الأذان يأذن وما كنت منتبه، يعني سهوا. على أي حال عدم الاهتمام بالوقت في إشكال، خصوصا ونحن مأمورون بالصيام، كلوا واشربوا حتى يتبين، يعني أكل وأشرب حتى يتبين. من يتبين يعني ما لازم تأكل وتشرب، فشون يتبين غير لازم أنا أفحص يعني؟ فالفحص والسؤال هذا مهم واجب. فإذا كان غير مبال ما يبالي، وغير مراع ما يراعي، وأكل فيقضي ذلك اليوم إذا ظهر أنه أكل وشرب والوقت قد دخل. إذا ساعة مثلا أخشر اشتباه، لا أنا راعيت، أنا باوعت، وأنا فتحت إذاعة، بس اشتبهت إذاعة مال منطقة فلانية، أو الساعة صورت هذه بالثلاثة تبين هي أربعة، هذا اشتباه بالرؤية، ما في إشكال يعني تفحص، ولكن اشتباه ذاك ما في مشكلة، يظل على صومه، صومك صحيح. أما عدم المراعاة الأحوط قضاء ذلك اليوم. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخ صاحب الرسالة الصوتية، صاحب السؤال الأخير، طالب جامعي يجتاز المسافة الشرعية ليوم واحد في الأسبوع، ذاك اليوم يصلي قصر وما يصوم. نعم، يعني أربع سفرات عدة بالشهر، يصلي قصر وما يصوم. هو ذكر يعني بيش ساعة يطلع وشو وقته قبل الأذان لو بعد الأذان وهذه التفاصيل. إذا بعد الأذان يبقى على الصيام. نعم، إذا قبل الأذان الظهر يفطر بيني. نعم، أحسنتم. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وأثر الشكر وعميق الامتنان على كل ما تفضلت به. شكرا جزيلا. بارك الله بكم، فضل الله حوائجكم، أهلا ومرحبا. لا تنسانا في دعائك والإخوة الكرام المشاهدين. ولكم مثل ذلك من الشكر والتوصية أيضا، لا تنسونا في خالص دعواتكم إن شاء الله عند الإفطار، تقبلوا تحياتنا، لنا لقاء إن شاء الله في الغد. شكرا جزيلا، في رعاية الله وحفظه.